ريهيم؟ أصلاً أنا كان قلبي حاسسني من لما قلتي لي على البيت. شكراً لك يا رفيقتي. شو حبيبي؟ على أساس البيت فاضي وما فيه حدا. أنا ما قلت لك بتنقبري بتطلعي برا البيت؟ قلت لك ولا ما قلت لك؟ طالعة أصلاً ما ضل شي ينحكى، بس والله لدفعك الثمن غالي. طلعين هبري طالعة. بدك تتجوز تجوز، بدك تطلقني ما في مشكلة، بس أنا وبنتي وين بدنا نروح؟ بس فهمنا وين بدنا نروح. نحنا ما قلنا حدا، هيك بتتخلى عنا بهالسهولة؟ بكرة الصبح بتفضوا البيت جاي العروس، وقبل ما تفضوا البيت بتنظفوا البيت، لأنه ما بدي أقعد العروس على وسخكم، فهمتوا؟ حرام يا رجال، برجع وبقول لك نحن وين بدنا نروح. لك روحوا على الهفا، روحوا وين ما بدك، المهم تفضوا البيت، فهمتوا ولا لا؟ أنا ماني متحركة خطوة من هذا البيت، لازم أستقبلها لست الحسن وأقوم بالواجب. موجبة ما شاء الله حولك. بكرة منشوف، بكرة منشوف. عم قلك ما بدي روح، يعني ما بدي روح، في موال براسي وبدي غني. ايه شو يعني؟ والله أنا خايفة عليك وخايفة تواجهي لحالك. أمي لا تخافي، اللي أخذت له عقله لأبي. بدي سملها بدنا شوي، ساعتها بنبسط. بتعرفي؟ بضل قلقانة عليكي، الله يخليكي دغري خبريني شو بيصير معك. حاضر، بأمرك يا ست الكل انتي. شو جابي؟ أكيد مو جاية أشوف هالوش اللي بيقطع الرزق، في كم غرض لأمي بغرفتها بدي آخذهم، إذا ما عندك مانع. فوتي خذيهم، أساساً لسا أغراضي ما فردتهم، عم فكر غير غرفة النوم. لا تطولي. يا لطيف، لك يا لطيف، وين كنت وين صرت؟ تعرفي ريمو، وقت اللي كنت متجوز هديك الكرنيبة كنت حاسس عمري 90 سنة. وهلا شو حاسس بيبي؟ بيبي قولي، لك حاسس عمري 20، لا 16 سنة. بيبي معناها مين لازم تكتب له البيت باسمه؟ لك حبيبي البيت باسمي انا. هلا انا كثير سمعت عنك انك بخيل، بس للامانه انت معي كثير قريب، يعني بايدك هيك ممدوده للخير لكل العالم، مشان هيك بيبي لازم تكتب لي البيت باسمي لتأمن لي على مستقبلي. لك ولا يهمك، اللي بدك اياه حيصير ولا يهمك. نعم مين عم بدق الباب؟ ابصار. مرحبا. اهلا، انا المقدم رياض من الامن الجنائي. مين حبيبي؟ ما شاء الله عمراني عندك بالبيت، وهي مواصفات بيت دعارة. بيت دعارة؟ سيادة المقدم شو عم تحكي انت؟ هي مرتي. والدعوة اللي جتنا إنه هذا البيت مشبوه، افتراء. هذا كذب وافتراء، أنا مرته بشرع الله وبدي أرفع عليكم دعوة تجويز سمعة. وطالما هي مرتك ما تفرجوا لنا العقد. موجود العقد، جيبي لنا العقد فورا. أنا برأيي خليك ممارسة دعارة أحسن لك من ترويش. لك يا سيدي شو عم تحكي أنت؟ لك ما في شيء من هذا بنوم يا سيدي، رح أجيب لك العقد وتشوف.
أبو وسيم ما عم لاقي له العقد. لك شو ما عم تلاقيه وين بدك تختفي؟ ما بعرف أنا بإيدي هدول حطيتهم بالدرج. لك مين بدي أخذهم؟ آه. أنت فوتي على غرفتك بسي أوعيك وتعالي ضبطي أمورك. وأنت كمان ضبط أمورك وشرفوا معنا على الفرع وهيك بتتذكر وين العقد. لك يا سيدي بلفع. حاول أعمل لك عليه. أمرك فوتي البسي. فوتي البسي. لا حول ولا قوة إلا بالله، من أين جتنا هالمصيبة هاي؟ تفضلي أمي، حمي على السلامة. ليلي كيف قدرتي ترجعي البيت؟ بسيطة أمي، أخذت المحامي اللي عنده على السجن وخليت له يكتب لك تنازل بهذا البيت، وبعدين سلمت المخفر ورقة الزواج العرفي اللي سرقتها من غرفة النوم مشان يطلع هو والعقربة من السجن. وهي فوراً طلبت الطلاق طبعاً لأنه طار البيت من إيدها. والله ما عرفتي تنتقمي من أبوكي. يلا خلينا نفوت. يلا يلا.